السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل لو هو الشكل بتاعنا او العنصر بتاعنا لمس لون معين يعمل اجراء معين، لو مش لامس يعمل اجراء تاني. طيب خليني الاول اضيف اي حيوان اخر، وليكن مثلا الدب دوت. تمام، وخلينا نغير الخلفية، نحاول نخليها مثلا في غابة معينة، يا ريت نلاقي حاجة فيها جليد. تمام، خلينا مثلا نختار الشكل دوت، اهو الدب ده اهو والقط اهوت. تمام، طيب انا هاجي هنا عايز اقول له لما ادوس مثلا على المسطرة، ممكن احط ديت يبقى اول ما ابدأ الشغل، او لما ادوس على السبيس. طيب لما ادوس على السبيس عايز اديله اختيار، فخلينا نشوف الشروط اللي موجودة هنا اللي هي قاعدة اف. تمام، عايز اقول له بقى لو لمسنا اللون دوت هقول له touching اي touching color. اللون دوت ممكن اقول له انا عايز اشف اللون دوت. تمام، خدت اللون بتاع الدب بالظبط اهو، يعني هقول له بقى لو القط ده لمس ديت اعمل حاجة معينة، لو ما لمسهاش اعمل حاجة تانية. طيب نخليه يعمل ايه مثلا لو لمس الدب؟ هقول له روح ل راندوم بوزيشن. تمام اهو، تمام، يبقى كده لو دوسنا سبيس ما عملش حاجه. ليه؟ لان هو مش لامس الدب، بس لو لامس الدب هيبدا يروح لبوزيشن وهمي، وانا اقول له جليد بحيث ان هو يمشي اشوف الحركه ديت. تمام، بيروح للمكان عشوائي وهكذا. دلوقتي بيبقى دوس مسطره ما بيتحققش، ليه؟ لان هو مش لامس اللون دوت. تمام، لو انا قلت له ابدا هو لامس خلاص هيبدا يتحرك ليه. طيب ممكن اقول له بقى لو مش لامس يعمل حاجه معينه، الحاجه المعينه دي ممكن تكون ايه؟ اقول له مثلا روح للماوس بوينت. تمام، يعني انا لو هنا كده بيروح حته عشوائيه، طب هو لو مش ملامس يروح للمكان اللي فيه الماوس. طيب انا هقول له بقى روح لفين؟ للدب. شايف راح فين؟ راح للدب على طول. تمام، خلينا نقول له جلايد للدب. بص لو هو ملامس الدب هيروح اي مكان عشوائي، طب لو هو مش ملامس الدب هيروح للدب. تمام، فتقدر تتحكم، ممكن ما تخليش باللون، ممكن تقول له لعنصر معين. تمام، طيب خلينا نشوف العنصر. اول حاجه ماوس بوينت. تمام، لو هو ملامس الماوس بوينت هيبدا يحقق الشرط ده، لو مش حقق خلاص هيحقق الشرط التاني اللي هو ان هو يروح للدب. ممكن اقول له الايدج، يعني هو لو لمس الحافة يبدا ينفذ الشرط. تمام، طيب ممكن اقول له ايه البير لو هو ملمس الدب، وهكذا. تمام، فدي بعض الحاجات اللي هتساعدك ان انت تعمل لعبة تفاعلية او تعمل قصة زي ما انت تحب.